patrol, climbing the top of Sinai's mountain, riding on a donkey's back. Of course, you all know about the Belgian Ballon en Pain and its role in the creation and construction of Heliopolis. Less known, however, is that at the turn of the 20th century, Belgians were involved in all sectors in Egypt, the judiciary, construction, finance, and many others. خير ورحب بحضراتكم في المتحف المصري ثلاث ايام بعد احتفال بمعرض فن المعاصر. بنعمل معرض ثاني عن زيارات معرض صور عن زيارات الملكيه لبلجيكا لمصر من سنه 1855 حتى عام 2012 اخر زياره. انا بشكر السيده السفيره على تنظيم هذا المعرض اللي احنا اشتغلنا عليه من اشهر مع بعض، اللي بيبين مدى عمق وقوه العلاقه بين بلجيكا ومصر، ليست فقط علاقات سياسيه ولكن علاقات اثريه. حاليا البلجيك هم شريك لنا في وزاره الاثار في عدد كبير من البعثات الاثريه في مختلف المحافظات، ولهم علماء اثار مرموقين، فاحنا بنرحب بهم وسعداء ان احنا بننظم المعرض ده مع بعض. مع اني كنت مقتنع يكون الكلام بالفرنساوي لان احنا الاثنين متحدثي اللغه الفرنسيه، لكن هناك البعض بيكلم الانجليزيه فقط، فصحيح يتكلم اللغه الانجليزيه. Dear ministers, Minister Governor Giza, Dear members of the Egyptian Parliament, dear ambassadors and the cultural attaché, Saint Best, dear colleagues, ladies and gentlemen, I'm pleased to be with you today at this important event, which emphasizes the strong and long relation.